ظروف التنظيم وظروف العمل على إنجاح أقصى درجات السلامة الجسدية بتطبيق البروتوكول الصحي، وكذلك توفير الأريحية للتلميذ داخل فضاء المجسلين الذي يضم 41 قاعة، 473 مترشح، منها 266 إناث و 207 ذكور و16 من مدرسة خاصة، المجموع 473. إذن وقع تخفيف في الكثافة داخل القسم من معدل 20 تلميذ لكل قسم إلى 12 تلميذ. هذا خلق ظروف مريحة للتلميذ ولكن طلب جهد جبار من الساهرين على العمل، وخاصة في المدخل، لأنه 500 تلميذ إذا كان ضيف لهم في الحد الأدنى 500 ولي نلقوا 1000 في مساحة ضيقة، ولكن مع ذلك بمشاركة الهلال الأحمر، بمشاركة الكشافة التونسية، بمشاركة المصائف والجوالات، وكذلك بتضافر كل الجهود لكل المربين من مراقبين، من أعوان خدمات، من إطار إشراف. إذا عملنا جاهدين على إنجاح هذه المناظرة، والدخول سلس، ضمننا الدخول سلس عن طريق قيس التباعد الجسدي، إجبارية الكمامة، سلمنا لكل التلاميذ كمامات، قيس الحرارة، ثم الجيل المعقب. قمنا في منذ الثالثة صباحا بتعقيم كافة القاعات، متى تطلب الأمر سنعيد تعقيمها بصفة مستمرة وقاية، وحتى مسألة نفسية بالنسبة للتلميذ، حسن الاستقبال وكذلك الكلمة الجيدة من قبل المراقبين استقباله في القاعات، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق.